السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم السي محمد. أنا كنت واجد بالمنطقة ديال تمسطح، الجماعة ها هي قدامنا. أنا الله يرحم لكم الوالدين، عندي واحد المشكل اللي هو لاكار. دابا أنا في عمري 30 سنة، واللي كنوقف عليه في هاد المسؤولين كاملين ديال لا الجماعة ولا القيادة ولا سعادة القائد ولا ما بغاوش يخليوني نشوفو، واللي كنقول له المشكل ديال هاد لاكارت هادي، حتى واحد ما بغي يوجهني لشي قنت، حتى واحد ما بغي يعطيني شي راس الخيط. لقى اللي تنوقف عليه تيقول لي مال قيدنا ما نديرو لك. دابا حنا بغيناكم الله يرحم لكم الوالدين، لكن شي ما ديروا لنا ديروا. والمشكلة اخوتنا اللي كاين هو انني كنمشي عند سعادة القائد باش نشوف نتواصل انا وياه في هذا المشكل هذا، ويقول لي الحل اللي غندير، ما كيخليونيش هاد الناس لا نشوف لا قائد، ما كيخليوني نشوف باشا، ما بغاش يعطيوني شي راس الخيط كاع بصفة نهائية. كاع اللي كنتكلم معاه كيسد عليا الباب وكيقول لي سير سال مرة أخرى، ولا كيقول لي سير جيب شي حاجة اللي أنا ما عنديش كاع، بحال الحالة المدنية بحال عقود ليس زياد، وهذا راه مشكل مرضني في حياتي، لكن شي حل الله يرحمه. اخوتنا الكرام، هو أنا راه عندي واحد الوليدات اللي هو عندي واحد البنية تبارك الله، وعايشة هاد البنية كيعشانا وحنا مجوجين بالفتحه، وبغينا نديروا شي حل اللي يدير معنا الحل، راه ما كاين. كانت هي العلاقه ديال بحال شي جوج اصدقاء، واحد شويه تطورت العلاقه حتى ولا قضيه فيها الحمل، حتى ولينا مشينا عند والديها. المهم الوالدين ديالها ما كانوش عارفين بان راه عندي انا مشكل في لاكارت، المهم وافقوا بالخطوبه والفتحه، والله عطى الله راه هو هذا. ودابا انا بعيد على والديها حيت والديها ما عارفينش الواقع ديالي انا، واني مخبي وساكت وزاكي، ولكن شي مشكل كيفاش ديروا لنا؟ الله يرحم الوالدين. وهذاك الشيء اللي عشت انا، ما يمكنش ليا نخلي واحد اخر يعيش، ولا ما يمكنش ليا نشوف شي واحد بحال ولادي انا يعيش. وهذا الشيء هذا اللي عشت انا كاع ما نتقبلهاش. انتم انا قلت لكم اش كاين وراه، حسيتوا بيا ولا حس بيا الله يرحم الوالدين، وكنتمنوا من سيدنا الله ينصروا الا وصلوا هذا الشيء هذا وشافوا يشوف لنا هذا المشكل، وكنتمنوا من هاد الناس المسؤولين وهاد سعاده القائد وهاد رئيس الجماعه هذا اللي بغاو يحلوا معنا هذا المشكل، والله يجازيكم بالخير والله يرحم الوالدين.